السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمرو تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده يا جماعه هنشوف دفعه جديده من الكلاب بتاعتنا وايه اخبارها. معلش الوقت اتاخر، بنضطر ان احنا نصور بعد الجو ما يليل، فدي طبعا بتسبب مشكله في التصوير شويه، لكن طبعا ده كان بسبب ضغط الشغل عندنا، ف يعني ما لحقتش ان انا اصور. والنهارده النهارده يا جماعه هنطمن على الكلاب المالينو، هنطمن على كلاب من ضمن كلاب الاقامه، وكمان من الكلاب الهاسكي والحاجات اللي زي كده، الكلاب اللي هي داخله عندنا اقامه اغلبها يعني من ضمن الاقامه. هنبدا الاول بالمالينو، وطبعا هنشوف ميلو اخباره ايه. تعالى كده اسلام. اول حاجه ميلو يا جماعه، ميلو طبعا كلب مالينو عنده في حدود سنه ونص. كلب الكلب ده بتاعنا احنا، حاجه خاصه بينا تمام. طبعا صحته الحمد لله، بسم الله ما شاء الله. كلب ذكي جدا، معروف يا جماعه الكلاب المالينو بالذكاء، كلاب سريعه، كلاب عندها رشاقه عاليه جدا. ممكن تكون ما تكونش شكلها محبوب، او الناس بتبص مثلا للجيرمان عشان المستويات والشولاين والحاجات زي كده. الكلب المالينو معروف من الكلب اللي مخه يعتبر اذكى كلب في العالم تمام. طبعا دي حاجه جميله جدا لما يكون معانا كلب زي كده، المهارات اللي بيعملها والرشاقه والجري والكلام ده كله، طبعا دي الحاجات دي بتبقى ممتعه لاي مشاهد للكلاب دي. الناس اندمجت في مصر للكلاب المالينو اول ما شافت حلقاتهم على اليوتيوب في الجيوش، في يعني بره مصر كان في تدريبات في حاجات زي كده. طبعا بيعمل يعتبر بيعمل اكروبات، من الاكروبات ديت الناس بدات تنتبه له وبدات تحبه. طبعا كلب عنده سرعه عاليه، عنده ذكاء عالي، طبعا ده حاجه جميله جدا لما يكون في كلب زي ده متوفر عندنا. ميلو عندنا بقاله فتره، جايبينه واحنا في المكان القديم تمام. نطمن عليه ونشوف اخباره ايه، عشان كمان نتاكد اللي احنا بنعمله ده هل بيفيدنا في رعايه الكلب ولا ما بيفيدناش. ميلو واخد تطعيم حشرات يوم 29/7، 29/7 معناه ان هو كان قريب يعني الشهر اللي فات. مفيش الحمد لله حشرات. ممكن تكون لو حاجه مثلا، نطمن كده عشان ايه، لو لقينا حشرات يبقى نضطر ان احنا نديله علاج تاني. لا، من الواضح ان الحمد لله مفيش حاجه تمام. بس يا اسلام عايز قماشه مبلوله ميه والودن تتمسح بيه تمام. ركزوا بقى في اللي نقوله، كلب كلب كده عشان تعمل وراه على طول تمام. قماشه مبلوله ميه كده والودن من جوه تتمسح تمام. يلا بينا نشوف اللي بعده. اللي بعده دي انتايه. اسمها جولي. جولي واخدة تطعيم حشرات يوم 23/8، متجوزة من ميلو يوم 17/8. جولي من الواضح ان الحمد لله مفيش اي مشاكل في الحشرات ولا حساسية ولا اي حاجة زي كده. دي طبعا النتاية بتاعتنا كلكم عارفينها يا جماعة، اللي احنا كنا مجوزينها قبل كده واللي كانت مخلفة. في حتة هنا اسلام دي عايزة دهنوها جراميسين مثلا. هات الأدوية يا محمد، قرب هنا كده. بس انت هتاكل المرهق. الجراميسين يا جماعة ده مضاد حيوي تمام، فضلت استعماله علشان طبعا ما يكونش فيه دواء ازرق وحاجات زي كده. من الواضح ان الكلب فيه هرش، معنى كده ان ممكن يكون فيه حساسيه عندها. بس طبعا هنبدا نديلها العلاج دلوقتي. في عند الديل، عند الديل ممكن تكون دي حساسيه. هنديلها ال انا عايز افيل، بس في حساسيه اهي تمام. ما تزعلش كمامه محمد، حط ده في الارض. الافيل افيل طبعا يا جماعه شايفين الكلبه الهرش اللي هي بتهرشه ده تمام. معنى كده ان ايه، هي داخله تعتبر على اولادها باذن الله وبمشيئه ربنا.
كمم دي يلا. هندي لها امبول افيل. الافيل يا جماعه اللي هو بالشكل ده كده اهو، تمام. بس عيب، بس قاعدة في الأرض، قاعدة في الأرض، قاعدة في الأرض من قدام، قاعدة في الأرض من قدام. بص 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 كده بس، اقعدي اقعدي يلا. شاطرة شاطرة. بس بس شاطرة. ندي بقى ديكسا مس زوق، الله ينور عليك مسكتك جميلة. بالراحة بالراحة، بس مش ماسكة هي عافية، هي بالراحة هتقف معاك. يلا شش، بس عيب عيب. شفت لما شخطت فيها؟ الله ينور، الله ينور عليك. اسلام قرب معايا بالحاجات دي كده قدام. نخش يا جماعه على اللي بعده. تمام دي كده تمام، دي كده تمام برضو تمام. ده وريني كده الاجنده. اكيد يا جماعه كلكم فاكرين الكلب ده، بس اكيد كلنا فاكرين الكلب ده يا جماعه. ده اللي هو اسمه اتشوكو. اتشوكو ذكر عنده سنتين وسبع شهور، اللي كان تعبان الحمد لله رد تاني وبقى تمام التمام. شوكو واخد تطعيم حشرات يوم 6/8 تمام. احنا دلوقتي في 9. يوم 6/8 المفروض ان احنا نكرر له، عشان ده النظام الجديد اللي احنا واخدينه، ان احنا طول الكلب ما هو قاعد عندنا هنا اقامه نكرر التطعيم مرتين. تمام كمم لي الكلب. بس بالراحة بالراحة، بس بس تشوكوا. بس سيبه. طبعا ده يا جماعه التطعيم الثاني يعتبر للامان علشان الحشرات. تعال نشوف هنا، امسك كده الاجنده. دي انت يا جماعه برضو كانت جايه هنا اقامه، اسمها فريسكا. تعال طبعا واضح ان هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حشرات ولا حاجه. تمام نخش على اللي بعديها. دي انتهى برضو كانت جاية هنا إقامة. اسمها كاليسي، عندها 2 و3 شهور. كاليسي على فكرة يا جماعة كانت حاضت هنا واتجوزناها تمام، وبعتنا لصاحبها فيديو بالجوازة بتاعتها. احنا مش هندي لها أي حاجة خلاص تمام، لأن الحالة الصحية بتاعتها تمام التمام. ده سيزر كان جاي بيعاني من مشكلة الحشرات، لأن طلع من عندنا من هنا وراح عند صاحبه جاله حشرات فرجعه لنا تاني، وكمان فضل مكان عنده لحد ما يرش المكان عنده. جالنا امبارح يا جماعة سيزر، طبعا اديناله ايفوماك امبارح تمام، لكن احنا مش هنكرر
تاني لحد ما يعدي مثلا اسبوعين ولا حاجه ونبدا ان احنا نديله تاني. الحشرات كانت مبهدلاه جدا بصراحه. دي انت برضو بابلي، بابلي تعال تعال يا بابلي. ايه 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 شاطر 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 شاطر. طبعا دي الحمد لله تمام التمام ما فيهاش اي مشكله لان كنا مطلعينها قبل كده، هي دخل طلع من مرحله قلش. ديت اسمها اسمها روكي انت يا جولدن. برضه تطعيم حشرات يوم 8/8 برضه ما فيهاش اي مشكله. طبعا شعرتها انظبطت على الاول بكتير عن ما كانت جايه كمان. بكده يا جماعه نبقى احنا انتهينا من الدفعه اللي عندنا ديت النهارده، وصورنا مجموعه كويسه من الكلاب، وطبعا اطمنا عليهم صحيا وبالطريقه ديت. يبقى احنا كده خلصنا الدفعه بتاعتنا، بكره باذن الله على دفعه جديده. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. ما تنسوش ان احنا يا جماعه لما بنشتغل كل يوم على بوكس بنحميه وبنطلعه بنيجي كل مره بنلاقي اقل من المره الاولانيه. لو فاكرين الحلقات اللي فاتت كان في حشرات في كذا في كذا، المره دي الحمد لله العمليه بقت تمام التمام. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.